القوة هي أن تدوس على وجعك تحت قدمك وتمشي مبتسماً أمام كل من ينتظر سقوطك، وأن تكون على يقين تام بأن الله لن يتركك وحدك، ولا تندم على أي علاقة أتعبتك أو كشفت لك دناءة شخص أو سوء أخلاقه وتصرفاته، وإحمد الله على اكتشافك لما كنت غافلاً عنه، وكن حذراً من أمثاله مستقبلاً. فنحن للأسف نعيش في زمن إذا سمعوا عنك خيراً أخفوه، وإن سمعوا عنك شراً أذاعوه، وإن لم يجدوا فيك عيباً اخترعوه. وتذكر دائماً أن من لم يشرب من بحر التجربة يموت عطشاً في صحراء الحياة. فالحياة مدرسة، أستاذها الزمان ودروسها التجارب. وتعلم الدرس الأهم، ألا تغير حياتك من أجل شخص سيء أو شخص أساء لك، بل غير 1000 شخص من أجل حياتك. وإذا رأيت يوماً أحدهم يتأرجح بين البقاء والاستغناء عنك، فاقطع له الحبل ودعه يسقط.